نشرة الواحدة من النهار اليوم، أهلا بكم. نبدأ بالعاصفة الترابية التي تضرب مناطق مختلفة في الجمهورية. أفاد مراسل النهار اليوم بأنه جرى تحويل مسارات 3 رحلات جوية متجهة من جدة إلى مطار برج العرب، وتحويلها إلى مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتستمر موجة الطقس غير المستقرة حتى بعد غد الأربعاء. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتخفيف حدتها غدا. طوبة أبو البرد والعقوبة، مثل شعبي أصاب في وصفه لشهر طوبة المعروف ببرودته الشديدة، والذي يهل علينا اليوم بعاصفة ترابية وأمطار في عدد من المحافظات. طوبة السنة دي جاي صعب بإذن الله، وهيكون خير بإذن الله على الناس كلها بإذن الله. والنهاردة أصلا يعني صعب قوي، عفرة وترابة جامدة قوي، بس احنا الحمد لله أحسن ما بتمشي يعني. هيئة الأرصاد الجوية تبشرك وتقول إن حدة العاصفة الترابية ستنخفض غدا، لكنها مستمرة معنا حتى بعد غد الأربعاء. التراب جاء ضمن أوجه عدة يطل بها الشتاء علينا هذا الأسبوع، فنهارا تضرب مصر عاصفة ترابية وسط طقس بارد، أما ليلا فتهطل الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة وسط طقس شديد البرودة تصل فيه الصغرى على القاهرة إلى 8 درجات. طقس غير مستقر حذرت منه الأرصاد المواطنين ونصحتهم بارتداء الملابس الثقيلة والالتزام بالسرعة المطلوبة على الطرق السريعة، كما ناشدت مرضى الحساسية بعدم الخروج إلى الشارع. تبعات الطقس المضطرب وصلت إلى إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة وموانئ البحر الأحمر والسويس بسبب الشبورة الترابية ووصول شدة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار، إلا أن العاصفة الترابية لم تؤثر على حركة مرور السفن بقناة السويس. العاصفة الترابية تسببت أيضاً في تزايد حالات الغياب بالمصالح والهيئات وتضرر بعض شبكات الكهرباء وتراجع حركة الصيد بسبب علو الأمواج، كما أغلق عدد من الطرق الرئيسية التي غطتها الأتربة. الطقس الأصفر الذي يضرب مصر هذا الأسبوع ما هو إلا عينة لزعبيب أمشير التي يفصلنا عنها أقل من أسبوعين، فلا تضجر من طقس اليوم فالقادم أشد. شيرين مجدي، النهار اليوم. وللمزيد من المتابعة حول حالة الطقس ينضم إلينا الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. دكتور وحيد، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ ياسر، أهلا بك. دكتور وحيد، يعني حالة الطقس، يعني هل ستستمر حالة عدم الاستقرار والعواصف الترابية اليوم وغدا كما ذكر التقرير؟ هو يعني مستمرة معنا لغاية بكرة الصبح، يعني الوقت الفجري تقريبا أو الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لكن إن شاء الله بعد كده حضرتك في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وإن كان هناك نشاط للرياح على المدن الساحلية وعلى محافظات الصعيد. يعني لذلك بنقول إن هناك استمرار لاضطراب حركة الملاحة البحرية النهاردة وبكرة حضرتك، وبتستمر درجات الحرارة بالفعل أقل من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام. يستمر بذلك الطقس بارد نهارا، شديد البروده ليلا على كافه انحاء الجمهوريه. نعم، يعني دايما دكتور وحيد شهر طوبه يعني ياتي بهذه الاعاصير والرياح والاتربه، لماذا؟ يعني هل نتاثر باي منخفض في من المناطق المحيطه او من الاقاليم المحيطه؟ هو حضرتك احنا في مصر ما فيش اعاصير حضرتك، هو كان بس في عواصف رمليه وترابيه، دي كانت نتاج وجود منخفض جوي شبه صحراوي كان مصحوب برياح ما بين الغربيه الى الجنوبيه الغربيه قادمه من الصحراء الغربيه، ادت الى نشاط الرياح، وده اللي احنا بنتوقع استمراره حتى مساء هذه الليله. لذلك نصيحتي لكل المسافرين المتجهين الى الساحل الشمالي او الى سيناء او مدن القناه القياده للهدوء، لان الرؤيه على الطرق الان اقل من 500 متر، الابتعاد كل البعد عن الانشطه البحريه، ارتداء الملابس الثقيله بقدر الامكان، مرضى الصدر وما شابه ذلك، الابتعاد عن المناطق المشوهه. نعم، اخيرا دكتور وحيد، هل هناك تغير في حاله المناخ بوجه عام في جمهوريه مصر العربيه؟ هل مناخ جمهوريه مصر العربيه يتغير، او هل ترتفع او تنخفض درجات الحراره بمعدلات غير مسبوقه؟
هو طبعا يعني مصر ضمن منظومه الغلاف الجوي اللي موجوده في العالم كله حضرتك، والعالم كله بيشهد تغيرات مناخيه ما فيش شك حضرتك، وان كانت محدوده على مصر بالطبع، لكن طبعا ده بيتوقف على بعض التوزيعات الضغطيه ومصادر الكتل الهوائيه المصاحبه لهذه التوزيعات. لكن ان شاء الله الخوات اللي قدامنا وصور الاقمار الصناعيه بتقول ان في تحسن مثبت باذن الله من بكره. احنا نشكر الدكتور وحيد السعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.